بابا الصراحة أنا عاوز أشتري عربية، عاوز عربية. عربية ليه؟ ليه إن شاء الله؟ أمال ربنا خلق لك رجلين ليه؟ ليه؟ واحدة عشان أدوس فيها بنزين والتانية للفرامل. أنت يا بابا بتسأل أسئلة غير منطقية. صدق يالا، صدق إن أنت من 60 كلب وتستاهل كل اللي جرارك. طب تشتمني ليه؟ عملت إيه؟ أنا عاوز عربية، بس أنا عاوز عربية. عاوز عربية؟ ها؟ عاوز عربية قول كده. عاوز عربية. ما جتش. لو النبي دي هتيجي يا روح أمك. دي جت. عارف إنها هتيجي، ما أنت عيل مهزأ لازم تيجي. ابن 60 كلب.